ف على موضوع الـ linear time invariant الـ systems linear time invariant system موضوع إن شاء الله يختصروا له طبعا LTI بشكل عام انه انت عندك السيستم او الموديل الرياضي هو في التحويل transform element ل input مثلا عندك input هذا هنسميه x of t دالك continuous وعندك output اللي هو y of t فاذا ال y of t هي التحويل transform او mapping element ل input اللي هو x of t طيب يقال انه هذا السيستم او البروسيس او ايا كان انه لينير اذا حقق السوبر بوزيشن ثيورم ويقال عنه انه سيستم لينير تايم انفيريانت شو وقت اذا حقق شرطين اولا انه يكون لينير والشرط الثاني يكون تايم انفيريانت يعني ما يعتمد على التغير بالزمن invariant بمعنى آخر إنه السيستم عندك أي delay بالinput transform أي delay يصير أو أي تشفيت بالtime اللي هو t ناقصا h حيصير نفس delay أو نفس shift وين بالoutput أيضا T ناقصا فإذا يكون linear time invariant إذا حقق الشرط الأول أنه يكون linear ويكون time invariant time invariant معناته أي تشفيت بالinput يصير نفس التشفيت وين بالoutput طيب فإذا كان السيستم linear linear time invariant فالرسبونس مالته رسبونس مال سيستم المزوله بالرمز H of T هذا رسبونس of the system رسبونس of the system طبعا السيستم هو اللي بي input اللي هو X of T وبي output اللي هو Y of T الامبولس ريسبونس تحصل عليه امبولس ريسبونس شو وقت اذا كان الانبوت اف اكس اوف تي هو نفس دلتا اوف تي بمعنى اخر انه الاتش اوف تي يساوي ان الترانسفورم شو وقت اذا كان الانبوت دلتا اوف تي هذا يسحب الامبولس ريسبونس أكو طبعاً يونت ريسبونس سيستم شو وقت إذا كانت الانبوت هي U of T اللي هي يونت ستيب زين أكو برهان بس هم ما مطلوب من عندكم إنه العلاقة بين الانبوت والسيستم ويا الاوتبوت يعني خلاصة هاي الاشتقاق إنه يعطيك إنه ال Y of T اللي هي الاوتبوت ريسبونس هاي تقدر تقول عليها هي الاوتبوت response هي عبارة عن convolution بين الانبوت x of t
ويمن ويل اوتبوت اللي هو واي اوف تي، عفوا ويل اتش اوف تي، ويل اتش اوف تي. هالكلش مهمة. زين، اذا اخذت الفوريير ترانسفورم للطرفين مال هاي المعادلة، فوريير ترانسفورم ايش راح يصير عندي؟ حيصير عندك y of الأوميجا يساوي لنا x of الأوميجا ليش مضروب بال h of الأوميجا. شوف الكونفوليوشن بالخاصية انه اذا اخذت للفوريير ايش حيصير؟ بدال الكونفوليوشن بالتايم حصير عندك multiplication when the frequency domain. زين، هاي هم معادلة مهمة. إذا هذا ال frequency of the output response هو y of the omega. هذا ما دام بدنا نتعامل ويا الأوميجا، فإذا دائما تلقى كلمة frequency، frequency of the output. زين، عبارة عن حرف الضرب بين ال x of the omega وال h of the omega. وهاي عندك إذا بال time حيصير عبارة عن convolution. طبعا احنا نعرف انه الاكس اوف الاوميجا بما انه كومبلكس نمبر، فاذا اقدر امثل بماجنتيود، ماجنتيود الاكس اوف الاوميجا، واقدر امثله بزاوية، اما اكتب اكسبونينشال او اكتب فاي اكس اوف الاوميجا. السيستم عفوا الاتش اوف الاوميجا ايضا هو كومبلكس، فاذا اقدر اكتب اتش اوف الاوميجا مضروب عفوا ويا الزاوية مالته اللي هي فاي اتش اوف الاوميجا. طيب، فهذن اقدر اعوضهم بالمعادلة هاي الثانية. اقدر اقول انه الواي اوف الاوميجا هي عبارة عن اتش اوف الاوميجا في الاتش اوف الاوميجا، وتساوي ان الماجنتيود مالته هو ماجنتيود الاتش اوف الاوميجا مضروب الاتش اوف الاوميجا الماجنتيود مالته، والزاوية بما أنه حاصل ضرب بيناتهم فحصير عبارة عن جمع فاي اتش اوف الأوميجا زائدا فاي اتش اوف الأوميجا. أوكي، هاي بالفريكونسي دوميان. طبعا السيستم على ضوء هاي المعادلة ثانية أقدر أكتبها بالشكل التالي: اتش اوف الأوميجا هذا الفريكونسي ريسبونس، مرات يعطيك الواي اللي هو الاوتبوت ويعطيك الانبوت. زين، فالاتش اوف الاوميجا ايش راح تساوي؟ حتساوي انه واي اوف الاوميجا على اكس اوف الاوميجا. طبعا الواي اوف الاوميجا والاكس هي عباره عن شنو؟ تقدر تعوضهم بالماجنتيود الواي اوف الاوميجا على الماجنتيود المال للاكس اوف الاوميجا. طبعا الزاوية هنا ايش راح تصير عندك؟ عبارة عن فاي، حيصير فرق بيناتهم، فاي اوف الواي ناقصا فاي اوف الاكس اوف الاوميجا اي اتش. ان شاء الله واضحة هاي؟ واضحة. يعني انت اهم شيء ليش تدوخ نفسك تحفظ هالمعادلات كلها؟ هي كلها عبارة عن مشتقة من هالمعادلتين، وخاصة هاي الثانية. يعني تريد، يعني مطيك مثلا الواي ومطيك الاكس تقدر تطلع من عندها منو الاتش اوف الاوميجا، مطيك الاكس اوف الاوميجا والاتش اوف الاوميجا تقدر تطلع الواي اوف الاوميجا. زين، مطيك الواي ومطيك الاتش وريد الاكس هم تقدر تطلعهم. فالمهم اكثرها كلها من هاي المعادله، بس تعرف على الكلام المنطوق السؤال ايش داري. مثلا يقول لك frequency response of the input لو output لو system، فلازم كل واحدة تعرفها. فإذا قال لك output يعني يريد ال y، وإذا قال لك input يعني ال x، وإذا يريد ال system من عندك ال h of ال omega. ال process اللي يصير بالحلول في شيء أنظمة هو يكون كالتالي. مثلا شنو يريد عندك الاوتبوت واي اوف تي،
مثلا ويعطيك الـ H of T، انت ايش تستخدم؟ تستخدم الفورير ترانسفورم، فتحولها X of الأوميجا وتحولها H of الأوميجا، قسمها وراها تطلع من عندك Y of الأوميجا كابيتال اللي هي X في H of الأوميجا. زين، حاصل ضرب فقط بين هاي وهاي، بين هاي وهاي. طلعت الواي اوف الاوميجا، هو يريد الريسبونس. مرات يقول لك اذا قال لك الفريكونسي ريسبونس هاي هي مجرد الواي اوف الاوميجا، مرات يقول لك فقط الريسبونس اوف ذا اوت بوت، يعني ايش يريد؟ يريد الواي سمول، يعني ترجع تاخذ لها الانفيرس واي اوف تي تساوي هنا هو الفورير انفيرس، تساوي ان الفورير انفيرس المن الواي اوف الاوميجا. اوكي، هاي واحد. فنفس الشيء، يعني مثلا يعطيك الواي ويعطيك الاتش ويريد منها الاتش، تقريبا نفس البروسيس كله، انه تاخذ الفورير ضرب جمع، عفوا ضرب قسمة بيناتهم شنو اكون، تحسب بعدين عندك الفورير انفيرس، يطلع لك الداله تريده، هل هي الاوتبوت ريسبونس، هل هو الفريكونسي ريسبونس، هل هو السيستم ريسبونس، هل هو الانبوت ريسبونس، الى اخره. مرات مثلا ما يعطيك الاكس او ما يعطي الاتش اوف تي، يعطيك اياها بصيغه معادله مثلا بين الانبوت والاوتبوت، ومنها كمل الحل. يعني مثلا تعطيكم المثال وين اظلني، او قبل ما اوصل امثله، يعني احنا عرفنا البروسيس، اكو بعد كم شغله بالفريكونسي ريسبونس. يقول لك مرات الـ X of T إذا جت عبارة عن X of T هي exponential أو complex exponential signal، يعني هي أصل J omega not T. هاي الحالة تختلف عن البقية، أنه هنا أنا شنو عندك مطيق exponential J، هنا أنا أشوف omega not، مثلا E أصل J 3 T بي اس سالب جي 2 تي الى اخره، فهذا حاله من الحالات. واضحه؟ زين، بكل الحالات تقدر تحولها ما دام جي موجود. بس هنا شنو الحاله؟ انه يعطيك انبوت يعني مجرد اكسبوننشال، فالحل مالته سهل، انه بدل ما تروح هذا كل البروسيس ما كل حكينا، تقدر راسا تقول انه الواي اوف تي اللي هو اوتبوت ريسبونس هو عباره عن اتش اوف الاوميجا نوت، ليش مضروب بالاكس اوف تي؟ ها هي، يعني هذا اتش اوف الاوميجا نوت شنو هي؟ طبعا هذا فقط حاله خاصه، نقول سبيشال كيس. وقت وين الانبوت مالتك الـ X of T يساوي ان A أس J Omega not T، فقط هاي الحالة. H of Omega not T مين أحصل عليه؟ هو نفسه H of Omega، يعني تطلع لي مثلا H of Omega تساوي ان 3 Omega على 4 Omega سكوير زائد مش كيف نقول 5 أوميجا زائد جي و ثلاثة هيك مثلا. فهاي عندك الـ H of الأوميجا، الـ H of الأوميجا نوت هي نفسها الـ H of الأوميجا، نفسها هاي، بس شو أسوي؟ كل أوميجا أعوض عنها أوميجا نوت. يعني هنا إذا كانت الأوميجا نوت اثنين، فصار ثلاثة في اثنين على أربعة في اثنين تربية زائد خمسة في اثنين زائد جي ثلاثة، فلهذا صار ثابتة وتضربها مجرد وين؟ بالانبوت هو نفسه تضربها. هاي الحالة خاصة، انه اذا هاي الريسبونس المن اذا كان الانبوت هو كومبلكس اكسبوننشال سيجنال. اي اوكي اوكي، ماكو مشكلة، خلي نشتغل حالة ونرجع لها ناخذ المثال عليها. يعني انا شو قصدي؟ مثلا عندك
نقول بالله نقول ايش او في الاوميجا هي عبارة عن واحد على اثنين زائد جي اوميجا. اوكي، فايش افرض الاوميجا نوت تساوي لنا ثلاثة. اوكي، فال h of الاوميجا نوت يعني نفسها h of ثلاثة، شكو اوميجا اعوض بدالها اوميجا نوت. انا عندي بس وحده اللي هي وحده على اثنين زائد جي، هنا نفس الاوميجا نوت نصير ثلاثة فقط. ها هي، اها ثلاثة جي، واضحة ان شاء الله؟ جيد. اكو خاصية هم عندك انت مثلا، بما انه الانبوت هي شلون اشتقوها، يعني شلون وصلوا لهاي الصيغة، شلون وصلوا لها؟ نشوف زين، انه ال h of الاوميجا نوت مضروب بال x of t. يقول لك ال x of t تساوي اي اس جي اوميجا نوت تي. اذا اخذت لها الفوريير ترانسفورم ايش راح تصير عندك؟ اكس اوف الاوميجا هذا الاكسبونشال جي اوميجا نوت، يمكن حتى تطلع بالتشيتنج شيت، والله خلينا نشوف موجود 2 باي في دلتا اوميجا ناقص اوميجا نوت. اها، يعني بالجدول عندك وين؟ وين راحت؟ اتذكرها احنا موجود كانت 2 باي اوميجا موجود، او حتى ما موجوده. مثلا افرض الاكس اوف تي هي واحد، زين، فهذا ايش راح يساوينا؟ لا لا عفوا، مو هاي اكسبونشال جي اوميجا نوت اي في واحد، الفورير مال واحد هو 2 باي، هو الفورير مال واحد واحد، فورير مال واحد هو 2 باي دلتا او في الاوميجا، صحيح. بما انه مضروب ب اي اس سالب او اي اس جي اوميجا نوت حتى بدون سالب، فاذا هو نفس 2 باي دلتا او في الاوميجا، بس مشتفد المقدار ايش قد الاوميجا نوت اللي هي سالب اوميجا نوت. اوكي، بما انه عندك موجب اذا هذا الاكس اوف الاوميجا مالته هو 2 باي دلتا اوف اوميجا، هذا اذا واحد، بس بما انه عندك اكسبونشال راح يصير ناقصا اوميجا نوت. زين، الواي اوف الاوميجا حسب القانون اللي عندنا هي اكس اوف الاوميجا بالاتش اوف الاوميجا وتساوي 2 باي دلتا اوف اوميجا ناقصا اوميجا نوت، بيش مضروبه بال h اوف الاوميجا نوت، عفوا h اوف الاوميجا. هاي وحده من الخواص اللي برهنها، اذا كانت عندك دلتا اوف، يمكن كانت دلتا اوف t ناقصا t نوت مضروبه ب f اوف t، زين، هاي خاصيه قانون، فش تساوي لنا f of t not، واضحة إن شاء الله؟ يعني إذا بالرسوم شنو عندك؟ عندك impulse عند t not، لا لا هاي ما بيها، هي شلون أقول لك إياها؟ أها، يعني هذا عندك impulse وعندك دالة هاي f of t، هاي f of t، وهذا عندك دلتا of ال t ناقصا t نوت، فحاصل ضرب هاي الدالة وهاي الدالة هي مجرد قيمة واحدة، نقطة هنا، صح لو لا؟ هاي النقطة شنو هي؟ f of t نوت، زين. بس لو كانت عندي convolution بيناتهم، لو كان اكو convolution كان صار f of t ناقصا t نوت، زين. alright، فإذا عندي 2 باي حينزل دلتا اوف الاوميجا ناقص اوميجا نوت في الاتش اوف الاوميجا مثل هذا، يعني بدال عندك اتش مش راح يصير عندك الاف، فإذا هو عبارة عن اتش اوف الاوميجا
not j. شنو بعد عند مضروب في الدالة نفسها دلتا أو في two pi delta of the omega ناقص the omega not مضروب بال h of the omega not. هاي مين ماخذها؟ ماخذها من الامباوس هنا. اوكي يا نعم نعم بس هي هاي خاصية قانون يمكن هنا أنا ما واضحة كلش لأن هنا أنا عندك فقط دلتا أو تينا قص تينا بس إذا تضربها 2 باي فحصل عندك 2 باي اف اوف ال تي نوت بس مضروبة هنا أنا الارتفاع مالتها اللي هو دلتا اوف تي ناقص تي نوت من هذا لأنه هو 2 باي نعم وعندك هو قانون انه اذا اي دالة تنضرب بالدلتا وين هاي هنا الدلتا 2 باي دلتا اوف الاوميجا مضروبه بالاتش اوف الاوميجا يعني كانها ما تنزل نفسها بس الداله ايش تنضرب بالاوميجا نوت ولو هذا كان مثال يعني اساس تقريبي بس ما صار ذاك المثال لان هذا عندك لو فوفيتي بالزمن تي مو بالفريكونسي. طيب الخطوه اللي وراها اريد اني واي اوف تي. الواي اوف تي هي الفوريير انفيرس المن للواي اوف الاوميجا. الفوريير انفيرس مال 2 باي دلتا اوف الاوميجا ناقص الاوميجا نوت هو نفسه واحد في اكسبونينشال اوف 1 جي اوميجا نوت تي. هذا ثابت ما له علاقه اذا في اتش اوف الاوميجا نوت. زين هاي شنو هي؟ هاي نفس الانبوت فاذا هو عباره عن ثابت اتش اوف الاوميجا نوت في الاكس اوف ال. هذا هو الواي اوف تي. فاذا بهالحاله اذا كانت عندك الانبوت هي اكسبونينشال جي اوميجا نوت تي فالاوتبوت الريسبونس حيكون واي اوف تي هو اتش اوف الاوميجا نوت اللي هو ثابت مضروب بالاكس اوف التي نفسها الانبوت. زين خلينا ناخذ مثال على مود الحالتين نوضحها. المثال شو يقول لك؟ Find the output response of the system بالله شو نخلو ذكر السيستم شو كان عندك اثنين y of t زائدا y prime of t ويساوي لنا x of t. اوكي شمطي وياها for the input input مره مطيك ال x of t هي e اس سالب يمكن 2 t u of t والحاله الثانيه x of t تساوي لنا اي اس جي 3 تي. هسه قبل شوي حكينا عليها ينطبق على الفرع الثاني بس الفرع الاول عندك انبوت عادي اي داله سيجنال اي اس سالب 2 تي في اليو اوف تي هاي السيجنال يريد اللي يشوف الريسبونس الاوتبوت ريسبونس. طبعا انت اول شيء عندك ال x of الاوميجا شو يساوي لنا؟ عندي x of t اللي هي اي اس سالب 2 t الاوتبوت ال x of الاوميجا شو يساوي لنا؟ الفوريير ترانسفورم مالتها الفوريير مال اكسبونينشال طلاب
تسمعوني؟ نعم دكتور وياك. نعم دكتور وياك. اي الفورير مال شو اسمه ويا الفورير مال شو يساوي؟ الفوريير مع الـ سالب 2 تي مع هاي الدالة شو تساوي لنا؟ دلتا اوف اوميجا ناقص اوميجا نوت دلتا؟ انا عندي اي سالب 2 تي دايد اخذ لها الفوريير شو تساوي؟ يلا تلات ما يحافظيها فوريا مالتها بس اخذ الفوريا مالك اسباني ان شاء الله تطلع واحد على ايزا جي اوميجا اها الايش قد عندك؟ الاي ناقص اثنين موجب اثنين فقط موجب اثنين اوكي فاكس اوف الاوميجا راح تساوينا واحد على اثنين زائد جي اوميجا اوكي لان راح استخدمها بعدين طيب هسه شوف هنا انا بهالصيغه بالمحاضرات يعني ما معطيك اياها بهاي الصيغه معطيك اياها بصيغه الاتش اوف الاوميجا اتش اوف الاوميجا تساوينا هيك على هيك كذا اوكي فانا سويت حورتها هاي الصيغه إذا ما أعطيك الأشواء في الأوميجا شوف أنت لما نشوف هيك سيستم بهذه الصيغة أول خطوة تأخذها take the Fourier transform للطرفين زين for مثلا عندك اثنين y of t زائد y prime of t يساوينا x of t اوكي فلما تاخذ الفورير ترانسفورم الهش هاي تصير اثنين فورير مالته يطلع برا الثاني لانه كونستانت طبعا بما انه الفورير هو لينير فاذا يتوزع على الجمع الواي اوف تي اذا تاخذها الفورير ايش راح يصير؟ حيصير كابيتال واي اوف الاوميجا زائدا واي برايم اذا اخذت لها الفورير شنو يطلع؟ خواص هاي مشتقة إذا تأخذها الفورير المشتقة وين هي بالتايم فورير مع المشتقة طلع الخواص يصير جي اوف الاوميجا جي للاوميجا في اكس اوف الاوميجا هنا راح يصير في واي اوف الاوميجا احسنت فاذا بما انه مشتقه فاذا عندك جي اوميجا واي اوف الاوميجا والاكس اوف تي لما تاخذ الفورير مجرد حيصير كابيتال اكس اوف الاوميجا طبعا هنا عندنا الفورير مالته ماكو مشكله خلي بعدين زين هنا أنا واي اوف الاوميجا عامل مشترك واي اوف الاوميجا من راح يبقى عندك هيبقى عندك 2 زائد جي اوميجا شو تساوي لنا اكس اوف الاوميجا طيب ال 2 زائد جي اوميجا حولها للطرف الثاني زين والاكس اوف الاوميجا ارجعها هنا خلينا نسويها بخطوتين واي اوف الاوميجا هي عباره عن اكس اوف الاوميجا على 2 زائد جي اوميجا هنا أنا اوكي ما عندي مشكله بس اذا قال لك بالسؤال على فرض مثلا قال لك اوجد خلني اكتبها بغير لون شوف هذا مجربه
يقول لك مثلا اريد فريكونسي ريسبونس اوف ذا سيستم. شو المقصود بها؟ اتش اوف الاوميجا. الاتش اوف الاوميجا من القانون فوق هو شنو؟ هو واي اوف الاوميجا على اكس اوف الاوميجا. زين هذا شو يساوي لنا؟ مجرد انه الاكس اوف الاوميجا شو تسوي؟ تحولها لهذا الطرف، راح يبقى عندك واحد على اثنين زائد ان جي اوميجا. واضحه هاي الخطوه ان شاء الله؟ هذا اتش اوف الاوميجا اخر شيء. اها هذا الشراد عندك بالسؤال مثلا انه الفريكونسي ريسبونس، الفريكونسي ريسبونس من ذا سيستم. ف اتش اوف الاوميجا مجرد هو عباره عن واي على اكس، زين على اكس اوف الاوميجا، ايش راح يبقى هنا عندك؟ مجرد واحد على اثنين زائد جي اوميجا. طيب زين اوكي نرجع بس هنا أنا بالسؤال يريد منه عندك يريد الاوتبوت وينها؟ يريد الاوتبوت ريسبونس للسيستم، يعني يريد الواي اوف التي، ما قال الفريكونسي ريسبونس اوف ذا سيستم، يعني يريد فقط الاوتبوت ريسبونس. فيعني يريد واي اوف التي. فاذا واي نفس القانون بس نعوض بدال اكس اوميجا هنا. اها فعندك نكمل اول حاله انه عندي حسبنا الاكس اوف الاوميجا اللي هي 1 على 2 جي، فنقدر نقول له واي اوف الاوميجا تساوي لنا هاي 1، الاكس اوف الاوميجا هي 1 على 1 لو على 2 كانت على 2 دكتور على 2 زائد جي اوميجا على حساب واحد الناتج. لا لا 2 زائد جي اوميجا على 2 زائد جي اوميجا صح لو لا؟ لانه هنا اكس اوف الاوميجا هي 1 على 2 زائد جي اوميجا، هاي 1 على 2 زائد جي اوميجا، بالعكس راح يصير تربيع صح لو لا؟ تمام صحيح دكتور. اوكي لا عاد خلينا نحاول نغيرها على مود لا تخبط بين الارقام. والله شنو كان السؤال؟ خلينا نشوف. صر اي اس ناقص تي بدل اثنين حتى يصير واحد زائد. هو هاي اثنين تروح زين، بعد عندك هاي الثنين تروح يبقى واحد. كانت هاي عندك هنا واحد، ما عندنا مشكلة ساعتين. فالاكس اوف التي هنا صير واحد، هاي واحد. زين هسه شنو صار عندك؟ يعني عندك مقام وعندك بسط، فهذا خليني اكتب الناتج من هنا. نعم الاتش اوف الاوميجا ما تغيرت اذا غيرنا الاكسبونينشال. دقيقه بس ارجع لها، هاي 2 زائد جي اوميجا، وين الاتش اوف الاوميجا؟ لا لا ما لها علاقة، هي من هذا السيستم اخذناها. وينها؟ هاي جي اوميجا هذا السيستم، وين السيستم؟ هو منا فرضنا السيستم هنا فوق من هذا جتي الاتش اوف الاوميجا، ما جتي فقط من الاكس. انا اثنين جتي من الاثنين في واي اوف تي. اها 2 زائد واي برايم. تمام تمام اوكي فهذا هو الاتش اوف الاوميجا. زين
أنا شنو داري أريد هسه الخطوة اللي وراها أوجد الواي أوف تي، فالواي أوف تي هسه وهنا واي إنفرس. أنا أحاول أبسط هالكسر زين، يعني المقام والبسط أحوله إلى دوال أنا أعرف الإنفرس مالتنا عم بسط صعبة. لهذا شو راح أسويه؟ عندك هذا نسويه إلى التالي، هذا واحد زائد جي أوميجا، هذا واحد على اثنين زائد جي أوميجا. ما أتذكر شنو اسمها الطريقة هاي لما شو اسمه طلع الكسور مالتها، بارشال فراكشن. partial fraction. partial fraction هم تشيكوها شنو الاسم مالتها، partial fraction ناسيها حقيقة صار هواي. فالبارشال فراكشن هنا عندك المقام واحد وعندك صار حدين او تو روتس، واحد زائد جي اوميجا واثنين زائد جي اوميجا. فعندك هذا يحتاج لك شنو باراميترات هنا وهنا وشنو العملية اللي بيناتهم. تقدر تتأكد انه واحد ناقصا واحد، لأنه عندك هذا إذا قسمت على واحد زائد جي أوميجا حيبقى بالباسط اثنين زائد جي أوميجا، وهذا إذا قسمت على اثنين زائد جي أوميجا حيبقى واحد زائد جي أوميجا. فعملي بيناتهم طرح فيطلع الناتج واحد اللي هو نفسه بالباسط. المهم أنه الواي أوف الأوميجا حصلت حولتها الى هاي الصيغه، صيغه مبسطه. هسه اجي اقول واي اوف تي هي الفورير انفيرس المن للواي اوف الاوميجا. بما انه لينير الفورير انفيرس فاذا اقدر اخليها على كل حد من الحدود، فيصير هذا الفورير انفيرس المن لواحد على واحد زائد جي اوميجا ناقص لأنه كونستانت تطلع برا، ففورير انفيرس اهمن واحد على اثنين زائد جي اوميجا. الفورير انفيرس مال واحد على واحد زائد جي اوميجا شو يساوي؟ اكسبونيشال. اكسبونيشال مش قد عندك سالب عكس الإشارة تي يو اوف تي. ثاني ايضا اكسبوننشال الثابت مال تشقيد هو 2 عكس الاشاره تي يو اوف تي، او تقدر تقول هي عباره عن اي اس سالب تي ناقصا اي اس سالب 2 تي في اليونت استيعاب. واضحه ان شاء الله مثال؟ واضح دكتور. اكو سؤال استفسار شيء عليه؟ واضح دكتور. جيد. بس الفرع الثاني بالسؤال شنو يقول لك؟ يقول اذا كان يريد الاوتبوت ريسبونس اللي هو واي اوف تي، انا خليني اكتبها اوتبوت ريسبونس اللي هو واي اوف تي، طبعا هنا مو اوف ذا سيستم، هنا لازم يكون فور ذا سيستم ديسكرايبد in the partial differential equation. زين يريد اذا كان الحاله الثانيه انه عندك الانبوت هو اي اس جي 3 تي، هاي الحاله نفسها هي هاي، يعني مجرد توجد الاتش نوت تضربه بالداله اكس اوف تي جبنا حاله خاصه. الحالة الثانية انه عندك ال x of t يساوي e اس ال j 2 t 3 t، اذا الاوميجا نوت هي 3. h of الاوميجا انا حسبته اللي هو شقد قبل شوية وين على الصفحة خلينا h of الأوميجا هو واحد على اثنين زائد j أوميجا. h of الأوميجا هو واحد على اثنين زائد j أوميجا.
إذا H of the omega naught هو نفس H of the omega، لكن شكو أوميجا أخذ بدالة أوميجا نوت اللي هي جيد ثلاثة، وتساوي واحد على اثنين زائد جي بدالة أوميجا أخلي ثلاثة وهو واحد. فإذا y of t هي h of الأوميجا نوت، ليش مضروبة بدالة h of t؟ H of الأوميجا نوت هو واحد على اثنين زائد J ثلاثة مضروبة بالـ X of T هي exponential ما بيها سالب، إنما J ثلاثة T. يعني أي ترتيبها هي J ثلاثة T هذا اثنين زائد جي ثلاثة، هذا من واي اوف تي. واضح ان شاء الله؟ اكو سؤال استفسار على هذا المثال؟ طيب اذا ماكو نروح الى، طبعا هذا اذا كان periodic، إذا non periodic إنه ال x of t ال y of t، ال x of t هو input يعني تاخذ ال inverse من بال x of الأوميجا بهذا القانون العام تستخدمه، ال y of t نفس الشيء، بس الحالة هنا عندك إنه ال y of الأوميجا هي عبارة عن حاصل ضرب بين ال x وال h. نيجي على الكرة correlation functions، حاول إن شاء الله اليوم والباكر نخلصهم على مود شو شلون ويا التوتوريال ناخذ واحد نبلش من الهي ترانسفورم. الكورليشن بأكثر من تعريف بس هي الفكرة واحدة مالتهم. اكو حالتين عندك، الحالة الأولى انه بريادك واكو نون بريادك. ناخذ الحالة الأولى اللي هي تكون بريادك. دكتور عفوا شنو معناه أصلا هو باللغة يعني؟ هو شلون مثل اللي يقيس الارتباط بين أو الـ relation between أو التشابه الـ similarity between two waveforms. يعني مثلا عندك هاي الإشارة ويا الإشارة الثانية، إذا كانت متشابهة فتشوف الكورليشن مالتها يصير عالي، إذا كانت ما متشابهة يصير كورليشن يعني كأنما ارتباط شيء تجي معناتها أو تشابه. convolution convolution كاسم كمعنى convolution يعني تطابق، مو هيك أنا فاهمه مع ولا غلط؟ هي اثنيناتهم تقريبا شلون نقول يعني كمعنى فيزياوي الكورليشن دائما يستخدموها انه يشوفون التشابه بيناتهم، اشارات سيميلاريتي تجي معناتها، بس الكونفليوشن كمعنى تطابق شيء ما اعتقد قريبه عليه التطابق، يعني ما اتذكر حقيقه. دكتور اعتقد التفاف او هيك شيء، هو التفافي بس كمعنى فيزيائي مو الاسم. ما اشوفها واذا هاي فكي باكر
شكرا خلاص خبرتك. ان شاء الله تشيكه. بس اللي انا اعرفه دائما الكورليشن تستخدم لما تجيك اشاره مثلا للسيستم تشوف التشابه ويا اشاره مثلا انت عندك سورسز او عندك فد اشاره تعرفها هل هي مطابقه شيء، فاذا كانت مش متشابهه فالكورليشن ما تصير كلش عالي. ودائما اعلى قيمه بالكورليشن هي عند الصفر. زين دائما وحتى سناخذ ملاحظه ان الفاي اوف الزيرو هي اكبر قيمه وهي تساوي بعدين هذه الانرجي، واعتقد انتم ماخذينها بالاتصالات الانرجي او الباور طبعا حسب الاشاره. هو جبت تشابه اشارتين اخذناه من الكورليشن باعتبار وجه التشابه بين اشارتين، يعني كنا ما نزحف اشاره على اشاره وناخذ المشترك بيناتهم. نعم يس ف عفوا بما انه التحليلات هي هم ويا الاتصالات هم هواي متشابه بها الكورليشن تقريبا عالي بيناتهم. اوكي بس خاصة بالفصل الأول، الفصل الثاني تعتبر بعد تختلف الوضع. هو أمشي الفصل الأول دكتور. زين. إيش كان امتحان بالاتصالات إلى الآن ماخذين؟ عقب باكر أول ذا فيرست كويز. من يجيكم بيه؟ دكتور عمار. دكتور عمار موفق. دكتور عمار مقرر. إيه دكتور عمار موفق إيه. عمار ما اعرف موفق او عمار دخان يمكن. وعمار موفق دخان. اي هو المقرر. نعم. زين اللي هو اختصاص اتصالات هو دكتور طارق هواي اختصاص اتصالات نشر. ايش قدر عندنا مقاطع فيديو ما حصلنا. صدق؟ والله قاعد نراجع بالبيت تعرف ماده اسمه دكتور، فردنا مقاطع هو خطيه ما مسجل دكتور عمار. بس دكتور طارق كان عنده باليوتيوب وحذفهن. والله بيسألوه يقول حتى الطالب ليه يصير عنده فد اتكاليه على وقت الامتحان اقرا مقطع الفيديو واراجعه حتى يبقى ينتبه وياي. ما حصلنا اي مقاطع فيديو ما حصلنا. حلو. هو تقدر شو اسمه يعني اثناء المحاضره اذا سجل الملاحظات بعد يرميها على الفيديوهات، لانه تعرف انت الفيديوهات كم فيديو تراجع صح ولا لا؟ وهي الملاحظات تعرف كل تدريسي وتطريق يعني الطريقه مالته صح. بس احنا عقب باكر امتحان اتصالات باكر راح نقرا المحاضرات مال جنابك نابل التحليلات نعرف الفوريار والترانسفورم وغيره وبعدين نروح نقرا اتصالات. زين حلو ان شاء الله موفقني. فاذا كانت طبعا اذا كانت هنا عندك دوال بريادك هو نون بريادك فانكشن، فاذا البريادك فانكشن دائما يستخدمون بالكورليشن رمز فاي هذا فاي، وعندك اذا اوتو كورليشن وعندك كروس كورليشن. الاوتو كورليشن الفاي اوف تاو وهي بما انه بريادك فاذا هي واحد على تي تكامل من صفر الى تي او من سالب تي على اثنين الى تي على اثنين. عندك الداله اف اوف تي مثلا خلينا نقول هي الداله في اف اوف تي او اكس اوف تي زي اوف تي ايا كانت، كانما مثل الكونفوليوشن ثبت وتحرك. هنا اف اوف تي ناقص تاو، بس الفرق ويا الكونفوليوشن عندك بالكونفوليوشن التكامل المن يكون للتاو، والاوتبوت شو يصير الداله للتي. قلت لكم تحقق من انه تشغلك صح او لا انه الناتج النهائي لازم يطلع شنو بي يطلع بي تي. هنا أنا بال correlation أو الأوتو correlation عندك ال output شي يكون بالعكس يكون المن للتاو. الفرق أيضا عن convolution هناك كنا شو نقول نثبت دالة ونحركها، هنا أنا نفس الشيء بس الفرق هناك أول خطوة شو تسوي تلوف الدالة أو flip الدالة على ال y axis. هنا أنا لا تبقيهن على وضعياتها عفوا. اوكي
زين طبعا نفس الشيء بالمناسبة خلينا نسويه هنا، هنا إذا سالب أو زائد، هنا سالب أو زائد، فمرات فاي أوف سالب تاو وش راح يصير؟ راح أكتبها هنا وبعدين أمسحها، واحد على تي تكامل من صفر إلى تي اف أوف تي اف أوف تي يصير زائدا تاو دي تي. أوكي عفوا يصير بالعكس، إذا سالب هنا نصف سالب. طبعا هو هذا شنو فقط يقول لك اتجاه، مرة تتحرك من هالجهة أو مرة تتحرك من هالجهة. هنا نخليه مستحيل وبعدين نسويه القانون هنا. فهاي اف اوف التاو إذا موجب أصير اف اوف التي زائدا تاو دي تي، وإذا سالب يصير بالعكس. طيب شنو عندك؟ تاو تي زائدا تاو. فلهذا احنا نقدر نمسح هذا القانون. نخلي زائد زين زائد وناقص زائدا وناقصا. طبعا سناخذها بعدين، انه عندك ال correlation function هي دالة زوجية يعني even phi of tau هو نفسه phi of السالب tau. طبعا هاي بما انه periodic auto correlation عندك ايضا اكو الفاي او الكروس كورليشن بين دالتين اكس واي اوف التاو، يصير واحد على تي تكامل من صفر الى تي اف اوف التي، عفوا ما عندنا اف انما عندك اكس ثبت وحده وتحرك الثانيه واي اوف التي ناقصا تاو دي تي. ارجع واقول التكامل المن للتي والدالة النهاية تكون للتاو. هذا هو الكروس واي اوف تي ناقص تاو فزائد تاو هنا موجب يا هو واي اوف تي ناقص تاو زائدا ناقصا زائدا ناقصا. طبعا هنا الناقص والزائد فقط بيعيد يقول الاتجاه، هل هو اتجاه من رايح من هنا لو اتجاه من هنا، هذا هو الفرق فقط يعني زائدا وناقصا. عفوا بالنسبة نعم نعمل هنا بالمحاضرة من ماينس تي على 2 إلى تي على 2 نفس الشيء، هذا من صفر إلى تي أو من سالب تي على 2 إلى تي على 2 كله نفس الشيء، ماكو اي فرق. المهم يعني يقول لك انه هاي اكو فتره وده تكامل عليها، بس هي مو يعني ما ناخذ احنا دائما، فبعض الكتب يرمزونها من صفر الى كابتل تي او من سالب تي على 2 الى تي على 2 اي فرق ماكو. اوكي دكتور. الحالة الثانية منه نون بريادك، النون بريادك يرمزونها دائما برمز لامدا بدال الفاي، فاي ايضا اوف التاو تكامل حيصير من سالب انفينيتي الى موجب انفينيتي للدالة. طبعا هنا بما انه اوتو فاذا اف اوف تي تي اف اوف تي ناقصا تاو دي تي، هذا هو ال اوتو كورليشن. زين حنقول زائدا او ناقصا ماكو مشكله حسب الاتجاه، يعني مو لك زائدا او ناقصا.
عندك كذا حالة الكروس، يعني مثلا عندك دالتين للتاو هو نفس التكامل من سالب انفينيتي إلى موجب انفينيتي ل x of t y of t زائد ناقص تاو d t. هذا هو الكروس كورليشن. دكتور العفو، لمدا في الاكس واي تساوي لمدا في الواي اكس؟ ايه، لهذا هون ليش نقول احنا زائد وناقص وزائد وناقص، يعني هو تمام بعدين بما انه هو ايفن فانكشن، فاذا لمدا اوف التاو هي نفسها لمدا اوف السالب تاو، ايضا لمدا اكس واي تساوي لمدا واي اكس. اوكي، هكمل الباشر ان شاء الله على الكورليشن، وراها ناخذ هم نحاول نخلص الماده ان شاء الله الباشر، نشوف نبدي بالزي لو ما نقدر نبدي هاي الشغله. وبس حددوا لي موعد للتوتوريال، شو تريدوا هاي الاسبوع؟ اذا عندكم امتحان الاسبوع الجاي فلازم ناخذ هاي الاسبوع، او اسبوع الاخر بس خارج المحاضره، وحتى الامتحان سواء هالاسبوع او اللي وراه هم يكون خارج المحاضره، انتم مشترك كل شعبتي ان شاء الله. دكتور حتى التوتوريال تريده مشترك؟ كيفكم؟ اعتقد مشترك احسن على مود نشوف، هم بالنسبه لهم قالوا حتى لو اذا هاي بس نسجله فيعني حتى ما يحضرون، يعني نسوي قالوا تسجيل وخلي على الكلاس. تمام ان شاء الله. أكو سؤال استفسار شيء قبل ما ناخذ غيابات؟ بس الريكوردينج مش طالب دكتور. ايه هو حاسس